من قال أن أبو بكر هو الخليفة الأول؟ من قال أن عمر هو الخليفة الثاني؟ من قال أن عثمان هو الخليفة الثالث؟ استووا على وجيهكم، خافوا الله. الخليفة الأول علي بن أبي طالب، الخليفة الثاني الحسن بن علي، الخليفة الثالث الحسين بن علي. استحوا على أنفسكم، على منابر أهل البيت، تسمون أبا بكر الخليفة الأول بأي حق؟ هذا افتراء على رسول الله. عمر تسمون الخليفة الثاني بأي حق؟ افتراء على رسول الله. عثمان تسمون الخليفة الثالث بأي حق؟ افتراء على رسول الله. توبوا إلى الله، كفى ظلما لآل محمد والخلفاء الشرعيين على منابرهم، وقاح ما بعدها وقاحة. تستأكلون الناس باسم أهل البيت.